بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين بالأنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنما لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن الكريم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من الأنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الأنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنما هو مجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود في العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقضي حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالذي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن الكريم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقضي حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالذي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقضي حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالذي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقضي حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالذي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل
إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم والذن القديم والوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أخي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي وقض حاجاتي واغفر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالبني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم والأمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود في العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي وقض حاجاتي واغفر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واغفر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام
من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أعطي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليه السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أعطي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أعطي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أعطي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي
وحبب للناس أجمعين. وتدعى العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنما لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيمين وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيمين وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيمين وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيمين وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري
وصحح أجسادي وقضي حاجاتي واغفر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتدع العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيمين وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واغفر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتداعد العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم
وورث سليمان داود عليهما السلام الودود في العرش المجيد. طول عمري وصحح حجسادي وقض حاجاتي واغفر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن الكريم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنما كان جنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود في العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي وقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالذي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن الكريم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود في العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالذي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود في العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالذي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون
وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم. وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أخي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم. وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أخي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم. وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أخي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم. وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أخي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن.
وإن هذه الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجابوا لكمال الحكيم وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجساري واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتداعب العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أعطي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أعطي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أعطي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة
وقل الحسن والحسين للأنفس الحق عين القدوة والناظرين وعين السبيتم وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فاستجابوا لعباد الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجساري واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتداعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وذي المن القدير وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين للأنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتداعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وذي المن القديم
وبالوجه الكريم. وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة. آخر الحسن والحسين من أنفس الحق. عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنها لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم. وولد سليمان داود عليهما السلام الودود في العرش المجيد. طول العمر وصحح أجسادي وقض حاجاتي واغفر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتداعب العداوة كلها في النبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة. آخر الحسن والحسين من أنفس الحق. عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم. وولد سليمان داود عليهما السلام الودود في العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واغفر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتداعب العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة. آخر الحسن والحسين من أنفس الحق. عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم. وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتداعب العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة. آخر الحسن والحسين من أنفس الحق. عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم. وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتداعب العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم بالسلطان العظيم وبالمن الكريم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة أقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لكمان الحكيمين وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي وقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن الكريم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخذ الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيمين وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي وقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن الكريم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة أقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيمين وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخذ الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيمين وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة أقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة أقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة أقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آتي الحسن والحسين بالحس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لكمال الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجساري واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتداعب العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آتي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آتي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آتي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم والإمام الغريب وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين نقص بيته وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فاستجابوا لكمال الحكيم وولي سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجساري واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتداعب العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتداعب العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن الكريم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنها لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود في العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي وقض حاجاتي واغفر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتداعب العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود في العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واغفر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتداعب العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن الكريم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتداعب العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين
وتباعد العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة أقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لكمان الحكيمين وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي وقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالذي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن الكريم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيمين وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالذي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيمين وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالذي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيمين وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي
وقضي حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وبدا عن العداوة كلها ضد بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة أقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
فاستجابوا لكم من الحكيمين وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجساري واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتلا عن العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وذي المن الكريم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آتي الحسن والحسين بالحس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجابوا لكمال الحكيم وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجساري واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتلا عن العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آتي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لكمان الحكيم وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجساري واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتلا عن العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آتي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لكمان الحكيمين وولف سليمان داود عليهم السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجساري واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتلا عن العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آتي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم
لما سمعوا الذكر ويقولون إنا كنا جنود وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود في العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقضي حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم والإمام الغريب وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين نفس بيته وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقضي حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقضي حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقضي حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالنبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق
عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وَاسْتَجَابُوا مَا لِلْحَكِيمِ وَوَلَّى سُلَيْمَانُ دَاوُودَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ طَوِّلْ عُمُرِي وَصَحِّحْ أَجْسَادِي وَقْضِ حَاجَاتِي وَاغْفِرْ أَمْوَالِي وَأَوْلَادِي وَحَبِّبْ لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَتَبَاعَدْ الْعَدَاوَةُ كُلَّهَا مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحُقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن الكريم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولي سليمان داود عليهما السلام الودود في العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي وقضي حاجاتي واغفر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها في النبي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولي سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واغفر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن الكريم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولي سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم
وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة. أقل الحسن والحسين من أنفس الحق، عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم، وولف سليمان داود عليه السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي، واقض حاجاتي، واكثر أموالي وأولادي، وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام، من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم، وبالمن الكريم، وبالوجه الكريم، وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة. أقل الحسن والحسين من أنفس الحق، عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم، وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي، واقض حاجاتي، واكثر أموالي وأولادي، وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام، من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم، وبالمن الكريم، وبالوجه الكريم، وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة. أقل الحسن والحسين من أنفس الحق، عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم، وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي، واقض حاجاتي، واكثر أموالي وأولادي، وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام، من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم، وبالمن الكريم، وبالوجه الكريم، وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة. أقل الحسن والحسين من أنفس الحق، عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم، وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي، واقض حاجاتي، واكثر أموالي وأولادي، وحبب للناس أجمعين. وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام، من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم بالسلطان العظيم وذلما القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين بالأنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنما لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيمين وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القدير وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وما استجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجساري واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من الحفظ الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجساري واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولد سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمري وصحح أجسادي واقض حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن الكريم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من الأنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود في العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقضي حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالذي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن الكريم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وولف سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح أجسادي واقضي حاجاتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها بالذي آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.